لا اقدر اقول ربنا يكون في عون مامته وباباه، والمشهد فعلا كان على كل الدول العربية، صعب مش على المغرب بس، وربنا يصبرهم. ربنا يرحمه ويصبر اهله بجد، يعني موقف صعب طبعا والعالم كله اتأثر بيه، فربنا مش هقدر اقول ربنا يرحمه ويجعله يعني سبب في دخول اهله الجنه. لا هو اكيد من ساعه ما عرفنا اصلا القصه، من قبل ما نعرف ان يعني من اول خالص، من اول ايام ما عرف ان هو وقع، يعني اكيد كلنا اتضايقنا، يعني كانت حاجه صعبه، يعني طفل صغير وقع في بير ومن غير اكله، يعني في ضلمه ولا هوا ولا اكل ولا ميه ولا اي حاجه، فكلنا كنا بندعي يعني ان هم يعرفوا يطلعوه، واتبسطنا لما طلع، بس يعني الله يرحمه ويصبر والدته يعني وكل اهله ان شاء الله. ده حاجه يعني، ده من حظه ان مثلا هو ايه اللي عامله مثلا عشان يخلي الناس دي كلها بتعلق، يعني بتتابع الحدث او القضيه دي بمعنى اصح عموما بشكل لافت النظر، فيه اهتمام بالاحداث وكده. والله سبحان الله، جميع الشعب السوري كان متابع بشكل مباشر لأحداث هالطفل، وتفاعلت الناس معه، وكان الدعاء مستمر لهذا الشاب. مهما كان يكون دينه أو ملته، الطفل يعني أول وآخر طفل، وما أو مات يعني الله يصبر قلب أهله، والعالم كلها تفاعلت على الموضوع. والله الواحد بينقهر لأنه نحن ضايقين هالشيء، يعني لما كان النظام يزت علينا البراميل وأولادنا تحت الأنقاض نطالعها، يعني بنحس فيهم، بنحس في كل ولد عم بيعاني، مو بس انه ان كان ريان ولا غيره. نحن كنشطاء وشباب سوريين ضامنا مع الموضوع الطفل ريان بشكل كبير، يعني من اول القصه لاخرتها قاعدين عم ننتظر يعني بالايام وبالثواني موضوع انه يخرج ويطلع. والله يعني انا يعني دمعتي نزلت انا وقت اللي شفت امه شلون حاطه الاحرام وعم تستناه، كانت على الحفره اللي كانوا عم يحفروها يعني، وفعلا يعني حسيت بالحزن الشديد رغم كل المعاناة اللي نحن عم نعانيها هوني. نحن اجتنا مثل صدمة بموت هالطفل، فهمت علي شلون؟ يعني اجتنا مثل صدمة او احباط معنويات. جدا كان صاعقة، وانا لاخر يومين صدقا ما كنت انام، وكان عندي فضول اعرف كل لحظة بتمر على هذا الطفل، وانصعقت. ما كنت متفائلة بس كبت هالإشي، لأنه بداخلي أمل إنه ممكن يعني بمعجزة ما إنه يصير يعني يخلص من هالموضوع، بس إنه كنت أحكي إنه إذا ما مات من البرد رح يموت من الخوف، ما مات من الخوف بيموت من الجوع. فهو حسيته إنه وحد ضمير الشعوب العربي كلياته، فعشان هيك ريان كان كل العالم بتتبع لحظة بلحظة شو رح يصير مع ريان، هل رح يطلع عايش. الدعوات والتكبيرات كانت على يعني بشكل عالمي، والأصوات والهتافات كانت جد خلتنا على أمل إنه يطلع ريان عايش. فكنت عم بتابع بشكل مستمر وأضل فاتحة على الأخبار، بدي أشوف أمتى رح يطلع، كل شوي أحكي هلأ بيطلع هلأ بيكون عايش. بعدين تلقيت خبر وفاة الطفل ريان، كانت صدمة صراحة وخذلان، كنا على أمل إنه يطلع على قيد الحياة، بس هيك ربنا كان نصيبه الله يرحمه. تابعت قصة الطفل ريان المغربي عن طريق السوشيال ميديا، حسيت حالي مخلبط بين فلسطيني ومغربي، مكون ما عشت الأحداث، وكان نفسي يكون عايش. كنا نتمنى أنه يرجع سالم غانم لأهله ويفرحوا، لكن مع الأسف أجله شو بدنا نعمل. فعلا كل إنسان فينا شعر أنه الطفل ريان قطعة منه. أنا الصراحة انصدمت لانه في اخر ساعة كان يقولوا عنده كسور في النخاع الشوكي، عنده كسور في راسه، وهيو طلع حي، وبعدين في الاخر طلع ما طلعش، ويعمل نزلوا فيديو انه طالع في الاخر انه كان جثة هامدة، هذا كان صدمة لي. هو حادثة مؤسفة شغلت بال العديد من الفلسطينيين، وانا على مستواي الخاص وعلى مستوى العائلة ضلينا لمدة ايام متابع اللايفات اخر الاحداث اللي صارت مع الطفل ريان. كل الامة العربية واي انسان كان بتابع هذه القصة تأثر من جوا، وتأثر بزيادة لما عرف إنه الطفل توفى. يخفت علي عشان هيك ابنه، كلهم راح ينجنوا عليه، لكن خلاص يعني شوف ما لهوش نصيب يضل طيب، خلاص توفى الولد.